أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كوشيدا استمرار دعم بلاده لمصر في المجالات المختلفة من خلال التعاون فيما يتعلق بمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة. ونوه كوشيدا إلى مشاركة شركات يابانية في مشروعات توليد الكهرباء بطاقة الرياح. سنستمر في تقديم مساعدات طويلة الأمد في مجالات مختلفة مثل التعاون المتعلق بمشروع خط الرابع لمترو أنفاق القاهرة ومشاركة شركات يابانية في مشروع توليد الكهرباء بطاقة الرياح من خلال بنك اليابان للتعاون الدولي. وفي مجال التعليم وخاصة التعليم على الطريقة اليابانية الذي ينتشر في مصر مؤخرا، قد بدأت مباحثات لدراسة اعتماد نظام كوسين أو المعاهد العالية للتكنولوجيا. إن التنمية البشرية هي أساس ازدهار دولة، فستستمر اليابان في تقديم دعم لمصر في هذا المجال.